مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى المسائية، إطلالتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا. وفي فقراتنا الليلة نتابع: بعد زيارة مصر، رئيس العسكري السوداني يصل إلى الإمارات ويلتقي محمد بن زايد. واعتقال مصلين بالأقصى تزامنا مع اقتحام المستوطنين. وفي المسائية أيضا، المجلس الدستوري الجزائري يعلن تلقيه ملفي مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية. أهلا بكم. قال الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، قال إن التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي ترعى مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. وأضاف أن المجلس العسكري عمل مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة حسب تعبيره. وأكد أن المجلس العسكري ظل متماسكا ووقف من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم. وأضاف كباشي أنه نظرا لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وبعض المهددات، فإن المجلس العسكري يمثل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بوصفه الضامن الرئيس لاستقرار البلاد. وبعد يوم واحد من زيارته إلى القاهرة، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الإمارات في زيارة رسمية. وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام السودانية، يبحث البرهان مع ولي عهد الإمارات خلال الزيارة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان. ومن جهته، أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال تغريدة عبر تويتر، أكد على دعم دولة الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس. التحية العسكرية التي أداها البرهان للسيسي كانت محور تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تداولوا مقطعا مصورا للقاء البرهان بالسيسي في قصر الاتحادية في أولى زيارته الخارجية أو زياراته الخارجية بعد عزل البشير. تأتي هذه الزيارة قبل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المرتقبة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للضغط على المجلس الانتقالي لنقل السلطة إلى المدنيين. بينما لا تزال المفاوضات متعثرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وفي السياق نفسه، أعلن حزب الأمة السوداني رفضه دعوات الإضراب العام التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير، ردا على تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي. وفي بيان له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، قرر مجلس التنسيق الأعلى للحزب برئاسة الصادق المهدي، قرر رفض الإضراب المعلن من قبل ما وصفه ببعض جهات المعارضة. وقال إن سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم ذلك مجلس قيادة الحرية والتغيير المنتظر أن يقرر تكوينه في اجتماع مكونات الحرية والتغيير الاثنين القادم. وتابع: بحث المجلس الأعلى فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، ولكن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع، ولا تتحقق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات.
وأكد الحزب حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري، وأوضح أن هذا يتطلب انضباطا من الجانبين حرصا على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم السيد مبارك أردول، الناطق الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان. سيد مبارك أحييك، وأبدأ يبدو أن الوصول أو أن الأمور في السودان وصلت إلى طريق مسدود بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأنتم جزء من هذه القوى سيد مبارك، فكيف ترى مآلات هذا الأمر؟ شكرا جزيلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وتحية عبرك لكل المشاهدين في قناة الجزيرة، والتحية للشعب السوداني على وجه الخصوص. ما أراه إنه يعني ليس هنالك ما يمكن أن نطلق عليه إننا وصلنا إلى طريق مسدود، ولكن هي التفاوض. والتفاوض طبعا يحدث فيه يعني صعود وهبوط ورفع سقوفات وتشدد وهكذا، ولكن لا خيار غير التفاوض، ولا خيار غير الوصول إلى إكمال استحقاقات الثورة، حتى ولو كانت قوى الحرية والتغيير يعني هنالك تباينات، ولكن هذه التباينات لا يمكن أن نطلق عليها إنها خلافات، ولكن هي تباينات عادية في ما يخص بعض المناشط وهكذا. والتحالف، جدار التحالف هذا أقوى أن تؤثر عليه المناشط التي لا نتفق حولها. أما فيما يخص التفاوض، فالتفاوض يعني المجلس العسكري يطرح طرحه ونحن نطرح طرحنا، وكلنا يتحرك إلى منطقة الوسط حتى ونقدم مصلحة الشعب السوداني في كل ذلك، وحبنا لوطننا وحبنا لشعبنا وأملنا في السلام والاستقرار هو ما يدفعنا وما يتحتم علينا أن نصل إلى معالجة لهذه الأمور العالقة. حاليا الوقت قد طال، ولكن لا خيار غير الوصول. طيب سيد مبارك، فيما يخص التصعيد من كلا الجانبين، يعني الفريق والكباش اليوم يتحدث على أن أحد الخيارات إذا استمرت حالة التباطؤ فيما يخص المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير هو الذهاب لانتخابات مبكرة لعلها تكون في غضون شهور قليلة، فما رأيكم في هذا الطرح؟ والله هذا الطرح يعني الذي طرحه هو طرح غير واقعي حقيقة، طرح ما يخص الانتخابات. الانتخابات كما تعلم ليست بالعملية السهلة التي نلجأ إليها في حال إنه يعني تتعثر التفاوض. فهذا هو يعني كأن الشخص قد نزل من الـ من الـ من الـ من الـ كما يقولوا هنا في السودان، يعني في مثل شعبي يقول يا هذا الشخص نزل من الحلة إلى الجمر. يعني لا أدري يعني إنك يعني ذهبت من شيء ساخن إلى شيء أسخن منه. الذهاب يعني التعسر في التفاوض وأنت تختار الانتخابات كبديل هو يعني عملية غير مدروسة وغير واقعية. الانتخابات عندها استحقاقات، والاستحقاقات دي ما مطلوبة. الانتخابات لازم أن تقود إلى استقرار، ولازم أن تقود إلى سلام حقيقة، ولازم أن تقود إلى تبادل سلمي للسلطة، ولازم أن تقود يعني إلى مشاركة لكل السودانيين. أنا دار أخذ لك من جوانب متعددة. حاليا كما تعلم أن السودان فيه حروب، والحروب استمرت لفترة طويلة في المناطق الثلاث، في دارفور وفي جنوب كردفان وجبال النوبة وفي النيل الأزرق، وفي أعداد كبيرة جدا جدا من المواطنين السودانيين، أولهم هم النازحين الداخليين موجودين في معسكرات نازحين، وأكثر من 6 مليون نازح حسب الإحصاءات. الإحصاءات محتاجة لتدقيق، ولكن أنا متأكد يفوق الملايين. وكذلك اللاجئين، يعني أنا كنت بشخصي ساكن في إحدى المعسكرات في جنوب السودان، معسكر إيدا للاجئين من قبل،
نعم. وأعلم أن هنالك مواطنين سودانيون كثر في تشات لاجئين وفي جنوب السودان وفي أثيوبيا، هؤلاء أكثر من 5 معسكرات موجودة فيها المواطنين، هؤلاء لهم الحق أن يشاركوا ولهم الحق أن ينتخبوا. فإذا مسكنا من هذا الجانب لا يمكن أن تعقد انتخابات وأكثر من 5 مليون مواطن سوداني يعني لا يتمكنون من الإدلاء بصوتهم أو لا يتمكنون من المشاركة في من يحكم السودان. هذا من جانب. ومن جانب آخر لا بد من الوصول إلى تسوية بتاع السلام حقيقة يعني، وتسوية السلام حتى يعني يمكن القوى السياسية التي الحركات التي تحمل السلاح هي تكون جزء من العملية السياسية، لأن العملية السياسية بتاع الانتخابات لا يمكن أن تقام بإقصاء يعني واضح عبر الذهاب للانتخابات. الذهاب للانتخابات يمكن عملية الإقصاء للقوى حركات الكفاح المسلح أن تشارك في العملية. وكذلك يعني لما الاستعجال؟ أنت لديك مشكلة واحدة تتعلق بالتفاوض، يجب أن تحل هذه المشكلة بدل أن تسحب وتخلق مشكلة ثانية. يعني الذهاب للانتخابات ده خلق لمشكلة أخرى تضيفها إلى المنصة التي عندك. أسمح لي بس أضيف زيادة، الانتخابات تحتاج لعملية إحصاء سكاني من جديد، والإحصاء السكاني نحتاج نعرف كم عدد السودانيين أولا، يعني السودانيين هم كم. الإحصاءات التي قام بها النظام كانت إحصاءات يعني غير دقيقة، وكانت فيها عمليات تشوبها كثير من الشكوك، ولأنه كان إحصاءات موجهة النظام كان يريد أن يرفع بعض الأسماء أو يزيد بعض النسب في بعض المواقع وينقص بعض النسب تمام. وفي المناطق التي لديه يعني مؤيدين، والمناطق التي ليس لديه مؤيدين يفعل ذلك. الشيء الثاني، ليس هنالك سجل انتخابي جاهز حتى الناس يسحبوا الانتخابات. السجل الانتخابي ما موجود. هذا السجل القديم الذي كان يفوز فيه البشير 98%، هذا ليس سجل يعني حتى يلوح المجلس العسكري بمسألة الانتخابات. فهذا الأمر باطل ولا يمكن أن يقبل به إطلاقا، وإلا هذا يدخل السودان في نفق من المشاكل التي يعني الناس لا يريدونها. حاليا نحن نريد حل، وهذا الأمر مدروس وتم الاتفاق عليه إنه في 3 سنوات، وهذا الاتفاق أنا شاركت فيه وشاركت في التفاوض، وتم الاتفاق حوله إنه يكون هنالك فترة انتقالية 3 سنوات، قبلها يكون هنالك 6 أشهر، 6 أشهر تحقق فيها السلام، بنهاية الفترة الانتقالية تعقد انتخابات ويكون هنالك مؤتمر دستوري. يجب أن لا يخالف، أو يجب أن لا الناس لا يتجاوزوا هذه النقاط التي اتفقنا حولها بسبب عملية المجلس السيادي، ونسحب إلى خيار يخلق مشاكل بدل أن يحل المشكلة الموجودة أمامنا. اسمح لي، يعني أنتم كجزء من قوى إعلان الحرية والتغيير راضون بفكرة انطلاق الاعتصام أو الإضراب غدا يومي الثلاثاء والأربع في مقابل هذا التعنت من قبل المجلس العسكري فيما يخص نسب المجلس السيادي، أم أنكم تميلون لرأي حزب الأمة والذي هو أيضا أحد أضلع أو جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير ورفض فكرة الإضراب غدا؟ نحن أصلا مع شعبنا، ونحن مع ما يختاره الشعب، ونحن مع الخطوة الثانية بعد الشعب، نحن مع قوى الحرية والتغيير. حتى إذا كان قوى الحرية والتغيير متباينون فدورنا أن نزيل هذا التباين، بدلا أن يكون هذا التباين يقود بسبب المناشط، يقود بسبب خلافات بين قوى الحرية والتغيير. المنشط بتاع الاعتصام يجب أن لا يؤثر في جدار التحالف الذي بنيناه بعد سنين وسنين، وجمعنا فيه الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وتجمع المهنيين اللي هو النقابات البديلة للنقابات التي جيرها النظام، وكذلك حركات الكفاح المسلح. يعني أنتم مع الإضراب أم لا يا سيد مبارك؟ صعب. عفوا، أنتم مع الإضراب أم لا؟ يا سيدي أنا يا سيدي أنا مع الشعب ومع ما يختاره الشعب. أنا في جانب الشعب وفي صيد الشعب، وأنا جزء من هذا الشعب. الشعب إذا قرر أي قرار فأنا ليس لدي خيار سوى الالتزام بما يقرره شعبنا. أنت لم تجب على سؤالي. الآن قوى إعلان الحرية والتغيير اتخذت قرارا بالإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، هل أنتم مع هذا الإضراب أم لا؟
نحن ملتزمون، نحن ملتزمون بالقرارات التي تصدر من قوى الحرية والتغيير، نحن ملتزمون بالقرارات التي تصدر من التنسيقية، نحن جميل. جزء من هذا الشعب وسننفذ ما يختاره شعبنا. ابقى معي سيد مبارك، سأعود إليك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن عبر سكايب من مقر الاعتصام في الخرطوم سيد محمد عمر عبد الله الإعلامي والناشط السياسي. محمد عمر، أحييك وأرجو أن تطلعنا على أجواء الاعتصام عشية الإعلان عن الإضراب من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير. تفضل محمد. مصطفى، نعم، الأجواء هنا تتجه صوب الإضراب الذي أعلن عنه تجمع المدنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، والمقرر له أن ينطلق يومي الثلاثاء والأربعاء، يومي 28 و 29 من الشهر الجاي. لا حديث هنا داخل ميدان الاعتصام سوى الحديث عن الإضراب، لا شيء غيره يسيطر على المعتصمين. هنا حملة توعية، المعتصمون مع بعضهم البعض يقودون حملة توعية كبيرة وكبيرة جدا، كذلك قوى الحرية والتغيير بمنصاتها المختلفة داخل ميدان الاعتصام مصطفى تقود حملة للتوعية حول الإضراب الذي مقرر له أن يكون يوم بعد غد الثلاثاء والأربعاء. هنا أيضا كذلك فيما يتعلق بدفتر الحضور الثوري الذي نشره تجمع المهنيين السودانيين مسبقا، هذا الدفتر الثوري وقعت عليه ما يربو على 120 مؤسسة حكومية وخاصة، وكذلك عدد من النقابات المهنية والحرفية استعدادا لهذا الإضراب. كذلك ما تزال عديد من المؤسسات الخاصة والحكومية والنقابات تنظم وقفات احتجاجية واستعدادا لهذا الإضراب. كل المؤشرات تشير إلى أن الإضراب سيكون إضراب حسب مراقبين أنه ناجح إلى حد ما، ولو أن البعض يرى أنه قد يكون هناك بعض الأمور التي لربما تعيق هذا الإضراب، خصوصا عن أن المجلس العسكري أعلن قبل أيام عن يعني إرجاع النقابات التي حلت مع ذهاب النظام السابق. حملة كبيرة جدا للتوعية مصطفى، كذلك هنا ما تزال المنشورات الورقية والمطبوعات توزع على المعتصمين فيما يتعلق بهذا الإضراب وكيف يكون وماهية الإضراب وما الفرق بينه وبين العصيان المدني. لا، لكن فيما يخص تباطؤ أو توقف عملية التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي، محمد، كيف كانت أثرها على الميدان أو على الاعتصام بشكل عام؟ نعم، نحن الآن مصطفى يمكن وصف هذه الحالة التي فيها البلاد في هذه الأيام باللا تفاوض واللا تعليق. هذه المرحلة تجد رفضا كبيرا هنا بين المعتصمين في ميدان الاعتصام، وهم يعتبرون حتى هذه اللحظة بأن المجلس العسكري يماطل لأخذ مزيد من الوقت والتمسك بالسلطة، كذلك يرددون بالمجلس العسكري الذي أصبح ينتهج سياسات بعيدة عن ما يريده المعتصمون، وكما يقولون تحديدا أصبح المجلس العسكري مثله مثل الذي يقفز في الظلام، بمعنى أنه يغرب خارج السرب، يذهب إلى تلبية الطلبات غير الطلبات التي يطلبها المعتصمون هنا في ميدان الاعتصام، وهي الحكومة المدنية ولا سواها يمكن أن يرجع المعتصمين إلى مساكنهم. هم ينتظرون أن يسترجع التفاوض رغم الإحباط الكبير الذي يعني ينتابهم، لكنهم في ذات الوقت مصممون على أن يعني يستأنف التفاوض من جديد ما بين الطرفين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. كذلك قبل قليل مصطفى أشير لنقطة هامة جدا، أقيمت وقفة احتجاجية في تمام التاسعة بتوقيت الخرطوم، العشرة بتوقيت الدوحة. هذه الوقفة كانت وقفة للوفاء لأرواح الشهداء أمام قيادة القوات البحرية، وعبر فيها المعتصمون هنا عن أملهم بأن تحقق طموحاتهم ويحاسب كل من ارتكب جرائم وقتل نعم. هؤلاء الشهداء. أشكرك شكرا جزيلا محمد عمر عبد الله الإعلامي والناشط السياسي، كنت معي عبر سكايب من اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أشكرك شكرا جزيلا. دعونا مشاهدينا الكرام، أو دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو السيد جمال محمد أحمد الإعلامي والمحلل السياسي السوداني. سيد جمال، أرحب بك معنا.
إذا حاولنا أن نوصف الوضع الراهن في السودان في ظل هذا التعنت من قبل المجلس العسكري في استكمال التفاوض والتصعيد من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير فيما يخص الإضراب يومي غدا وبعد الغد، كيف ترى سيد جمال؟ حقيقة يعني أصبح المجلس العسكري يتعامل بردود الأفعال، كذلك قوى الحرية والتغيير. يعني الآن موضوع الإضراب هذا هو ردة فعل لأن المجلس العسكري لم يحقق لهم يعني مطالبهم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأوقف التفاوض. نعم. ويعني كان في البداية كان في آمال إنه التفاوض يمشي، وكان في خلافات بسيطة عدد مجلس السيادة مش عارف. فلما وقف التفاوض، وهو مش وقف التفاوض، وقف التفاوض والمجلس العسكري أصبح يتصرف وكأنه هو الحاكم الفعلي، ودي الحاصل دلوقتي. يعني الآن المجلس العسكري يحكم مجلس الوزراء ومجلس السيادة والمجلس التشريعي. المجلس العسكري حميدتي وبرهان يتعاملون كرؤساء الدولة. يعني الزيارات، وأليس البرهان هو بالفعل رئيس الدولة الآن؟ ما هو الاتفاق أصلا مع القوة إنه في مجلس سيادة، ومجلس سيادة يكون فيه مدنيين وعسكريين، وكانت المطالب إنه يكون المجلس السيادة رئيسه يكون من المدنيين، لكن هذه كلها ذهبت أدراج الرياح لأن المجلس العسكري أصر على إنه يكون المجلس العسكري هو في المجلس السيادي هو الرئيس وهو الأغلبية. ويعني الآن هم يتصرفون دون الرجوع إلى المعتصمين، يعني يتصرفون زيارة البرهان لمصر. بالمناسبة، ما دلالة هذه الزيارات؟ البرهان كان بالأمس في القاهرة، اليوم كان في أبو ظبي في الإمارات، حمدتي كان منذ عدة أيام في السعودية. عدة دلالات. في رسالة أول شيء للعالم الخارجي إنه نحن والله إحنا من نحكم السودان. يعني بعد شوية المجموعة الأوروبية وأمريكا والدول الحليفة لمصر والسعودية والإمارات ستعترف ضمنيا بهذه الوجوه العسكرية بأنها هي التي تحكم السودان. رسالة أيضا للداخل، نحن بنمثلكم برا وعاملين كنترول والبلد ماشي كويس وفي فلوس وفي خبز وفي بنزين وفي غاز وفي كل حاجة، وإحنا أقدر على التعامل مع هذه الأمور. بالإضافة لكده يعني يمكن الكلام اللي قاله شمس الدين كباشي إنه الأمور ضعيفة مع التفاوض مع الحركات وكده، يعني هذه دلالة ومؤشر لأنه هنالك أمور تطبخ في المطبخ العسكري. يعني في كلام أقول لك كلام شمس الدين ليه وما بعده، يعني هو ما ذكر كده. وشمس الدين اجتمع مع بعض الضباط في مدرمان، مش عارف قيادة إيش، وفي تاني واحد من الضباط الكبار اجتمع مع الناس في عساكر في بحري ونورهم، يعني على أساس إنه والله نحن حاولنا مع الشباب ديل ولكن هم متعنتين. ده معناها يا جماعة اتهيئوا للقادم، القادم هو عندهم. يعني الآن وهو إيه القادم؟ القادم هم يعني المجلس العسكري سيعلن حكومة، حيقول يا جماعة أنتم ما اهتميتوا وما كنتوا جادين، ونحن لمصلحة البلد ولمصلحة أنه ننقذ هذه المواقف، وربما يكون هنالك انفلات أمني سموير، فإحنا هنعلن حكومة مدنية. هم حيرشحوا على سبيل المثال هنالك يعني رشح اسم السيد الصادق المهدي بأنه يكون رئيس الحكومة، وهذا يؤكد العلاقة الناعمة أو شهر العسل الذي يدور حاليا بين المهدي والمجلس العسكري. يعني وده مؤشر كبير جدا، يعني يمكن يعني نحن يعني نرجحه إنه الصادق المهدي راح يكون رئيس الوزراء في الفترة القادمة، والمجلس العسكري سيفرض هذا الأمر على اعتبار إنه يا جماعة أنتم ما كنتوا جادين، وإحنا الآن بنمثل هذه الدولة في الإمارات وفي السعودية ومصر وفي مصر وفي بعض الدول الثانية التي ستوعز لها السعودية والإمارات بأنها تنضم لتأييد هذا المجلس على اعتبار أنه تقول نقطة مهمة، ودعني أخذ رأي السيد مبارك أردول فيها. سيد مبارك، الكلام الذي يتحدث به سيد جمال محمد فيما يخص أن
المجلس العسكري من الممكن أن يذهب لأمور منفردا منها، على سبيل المثال فكرة تشكيل حكومة مدنية لإدارة أمور البلاد، هل تتوقعون ذلك؟ يا سيدي، هذه الثورة لم يقم بها المجلس العسكري. هذه الثورة قام به الشعب السوداني، والشعب السوداني قدم فيها تضحيات، وتقدمت قوى الحرية والتغيير في مطلع هذا العام، ووقعت على إعلان الحرية والتغيير، واجتمعوا كلهم مع بعض، واستخرجنا الجداول، واستخرجنا البيانات، وجهنا المواكب، وجهنا الاعتصامات، وفي آخر 6 أبريل آخر موكب اللي تحول إلى اعتصام أمام القيادة العامة، بعد اليوم الثالث انحاز جزء من الجيش وجزء والدعم السريع. فهذه الثورة هي ملك للشعب السوداني، ولم يقم بها المجلس العسكري الحالي، فلذلك ليس المجلس العسكري هو من يقرر إلى أين تسحب هذه الثورة وكيف تكون عملية الانتقال. هو اعتمد إعلان الحرية والتغيير، وهو المخرج، وكان هو البرنامج الذي على أساسه تقوم عملية الانتقال. فأي عملية انفرادية لن تقوم مقبولة، وقوى الحرية والتغيير هي اللي تقدمت وقادت الشعب السوداني إلى أن لكن حققت يبدو سيد مبارك أن المجلس العسكري عفوا يتحرك بمفرده. البرهان كان في مصر وكان في الإمارات، ويوم الخميس سيكون في السعودية في القمتين الإسلامية والخليجية، سيمثل السودان. حميدتي كان في المملكة العربية السعودية، يبدو أنه يتحرك على أساس أنه الحاكم الفعلي للسودان منفردا. والله يا سيدي، ما يحدث داخل الخرطوم سوف يحدد على العلاقات الخارجية، وسوف يحدد الإدارة الداخلية للسودان. نحن لن ننزعج من هذه التحركات مطلقا. الحل موجود عندنا هنا في الخرطوم، والحل الذي سوف نقوم به وسوف نتفاوض عليه هو الذي يحدد مستقبل السودان، ويحدد كيف أننا سوف نتعامل مع ملفاته الداخلية وملفات دول الجوار والدول الإقليمية ومع المجتمع الدولي. فلذلك يعني لا يمكن لديها أن تتخيل يمكن أن تضع لنا حلول كشعب سوداني. نحن أصحاب هذه الثورة، ونحن من دفعنا الثمن حتى في بقاء هذا النظام، ونحن من أسقطناه. فلذلك الحل في يدنا، والحل الذي سوف بلا شك سوف يكون حل لمصالح شعبنا، ولن نكون حل عدائي لأي من دول الجوار التي تقف وتدعمنا في ثورتنا. ماذا لو لم يعود المجلس العسكري لعملية التفاوض مرة أخرى، أو على الأقل تمسك بفكرة أن مجلس السيادة الغلبة فيه للعسكريين مع رئاسته أيضا للعسكريين؟ ماذا أنتم فاعلون؟ والله يا سيدي، نحن عندنا طريق مجرب، وجربنا هذا النظام، ولا أعتقد أنه من العقل في شيء أن يجرب المجلس العسكري أو غيره من القوة أن تصارع هذا الشعب الذي أسقط النظام الذي استمر 3 عقود. فالنظام الذي استمر 3 عقود، هذا المجلس لم يستمر 3 أشهر. نحن تحدثنا معهم، أنتم انحستم للثورة وأصبحتم شركاء بالنسبة لنا، فدعنا أن نقدم، ودعنا أن نخرج البلد من هذه الأزمة، ودعنا أن نحقق السلام، ودعنا أن نحقق الانتقال والديمقراطية، ودعنا أن نفعل كل ذلك. فلا يمكن أن لجهة ما أن تأتي وتستأثر بالقرارات وتستأثر بالخطوات الانفرادية. فالمجلس لن يذهب إلى هذا، وهو يعلم لن يذهب إلى هذا، وهو يعلم أنه لن يدخل في مواجهة مع الشعب السوداني الذي أسقط النظامين أو الرئيسين في خلال 3 أيام. نعم، ابقى معي سيد مبارك. انضم إلينا الآن عبر الهاتف من الخرطوم اللواء فضل الله برما ناصر، نائب رئيس حزب الأمة القومي. سيادة اللواء، أهلا بك معنا. لماذا رفضتم فكرة الإضراب أو ما أعلن عنه قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بعصيان عام يومي الثلاثاء والأربعاء؟ لماذا رفضتم هذا التوجه رغم أنكم جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير؟ سيادة اللواء، هل أنت معي؟ طيب، يبدو أنه انقطع التواصل بيني وبين اللواء فضل الله، سنعود إليه بالتأكيد مرة أخرى حال توافر. أستاذ جمال،
يعني من الأقوى الآن بصراحة شديدة؟ هل هي قوى إعلان الحرية والتغيير وما تملكه على الأرض، أم أن المجلس العسكري هو أصبح له اليد العليا في السودان؟ القوي رب العالمين طبعا. أتحدث في هذا السياق، لكن هي معطيات. يعني أنا ممكن أقول أنه المجلس العسكري هو القوي أو مركزه موقفه هو الأقوى، نظرا لأنه يمتلك القوة العسكرية ويمتلك المال ويمتلك يعني بعض مقاليد الأمور. أما القوة إعلان الحرية والتغيير والشباب المعتصمين يمتلكون المنطق والحق في التغيير، لأنهم زي ما ذكر الأخ مبارك هم من أسقط النظام البائد ويستطيعون أنه يحدث تغيير أكبر من كده. بس يعني ما يحدث الآن غريب، ويعني في مفاجآت. يعني من كان يصدق أنه الفريق طه الحسين يظهر في هذه الأيام مع حميدتي في زيارة السعودية؟ لا مش كده، لا أول ما تم اقتلاع البشير ظهر على طول، هو أول ما جاء الخرطوم مع وفد إماراتي ووفد سعودي، ما كان يتوقع. يعني هذه مفاجأة. الآن الأمور أصبحت واضحة وما في اندهاش وما في يعني كل الأمور، وهو كان في استقبال حميدتي لما مشى السعودية لابس الزي السعودي، ويعني وكأنه شيء لم يكن، يعني وكأنه ما كان سبب في دمار وفي فشل وفي فساد. عفوا سيد جمال، دعني أقطعك، للأسف عاد إلينا اللواء فضل الله. فسيادة اللواء أهلا بك معنا، وكنت أسألك عن رفضكم لمسألة العصيان التي أعلن عنها قوى الحرية والتغيير غدا وبعد الغد، على الرغم من أنكم جزء من هذه القوة. تفضل. سيادة اللواء أهلا، أنت معي يا سيادة اللواء؟ سيادة اللواء فضل الله برما، هل تسمعني؟ ألو. أي يا سيادة اللواء، أسألك لماذا اتخذتم موقف؟ يا سيادة اللواء هل تستمع إلي؟ سيادة اللواء، نعم أرجو أن تستمع إلي عبر الهاتف وليس عبر التلفاز. أنا أسألك عن أسباب موقفكم من رفض العصيان المدني الذي أعلن عنه قوى الحرية والتغيير الغد وبعد الغد، لماذا رفضتم هذا التوجه؟ أنا ما سامع كده، ما سامع. طيب يا سيادة اللواء، أنت كده سامعني يا سيادة اللواء؟ نعم كده أنا سامع. طيب أنا بسألك ليه موقفكم في حزب الأمة رافض لمسألة العصيان؟ ليه رافضين مسألة العصيان؟ شكرا لكم. نحن في حزب الأمة نعم، نحن موقفنا واضح من حزب موضوع العصيان والإضراب المدني وكده. نحن نعتقد أن السودان الآن يمر بأزمة حقيقية. والحل ليس في العصيان وليس فيما قاله المجلس العسكري. يا سيادة اللواء، بما قاله الأخ حميدتي. نعم يا سيادة اللواء، بالنسبة لأن أي زور يضرب حيرفضه. يا سيادة اللواء، أرجو أن تغلق التلفاز أو على الأقل الصوت، وأرجو أن تتحدث إلي وتسمعني عبر الهاتف. أنا ما أسمع، قاعد بتحدث عبر الهاتف، لكن شايف التلفاز. أنا سامع صوت التلفزيون عند حضرتك، تفضل. يعني سنعود بالطبع للسيادة اللواء عندما تنتهي هذه المشكلة. فكرة حزب الأمة، لماذا اتخذ هذا الموقف الذي يبدو وكأنه بوادر انشقاق حتى داخل قوى إعلان الحرية والتغيير؟ زي ما أنا ذكرت لك في البداية، يعني هنالك علاقة هادئة
بين المجلس العسكري وحزب الأمة، كما أن الفريق حميدتي حذر من مسألة العصيان والإضراب يعني، وهدد فيها بأنه سيفصل من الخدمة من سيقوم بهذا الإضراب أو هذا العصيان، وفي المقابل كافأ بعض الفئات مثل المعلمين وبعض المهن الأخرى بمبالغ يعني مغرية بالنسبة لحسابات الرواتب في السودان. حزب الأمة زي ما ذكرت لك هنالك أقوال يعني تشير إلى احتمالية، ودي أقوال يعني صوتها عالي شوية، إنه السيد الصادق يكون جزء من الحكومة المرتقبة التي سيقوم بتشكيل المجلس العسكري، معتذرا أو معللا إعلانه لتشكيل هذه الحكومة بأن الظروف بالسوداني جائطة أو غير مستقرة، وبالتالي هو من سيقرر. والصادق المهدي طبعا برضو حكومة مدنية، أنتوا عايزين حكومة مدنية هو الصادق المهدي، وهو أيضا جزء من مقوعة الحرية بالضبط، يعني حكومة مدنية، والسيد الصادق عنده خبرة وكان رئيس وزراء مرتين قبل كده 64 و85 والآن 2019. عاد إلينا مرة أخرى سيد اللواء فضل الله. يا سيادة اللواء، كنا بنتحدث عن موقفكم من العصيان والإضراب، أنتم رافضون لهذا الموقف، هل رافضون له لأنه يعني هل هناك بشكل أو بآخر أي اتفاق بينكم وبين المجلس العسكري من أن يتولى رئاسة الوزراء خلال الفترة القادمة أو الانتقالية رئيس الحزب السيد الصادق المهدي؟ سيادة اللواء. نعم سامعك. نعم أنا نعم. يا سيادة اللواء بسأل حضرتك، أنتم رفضكم في الحزب المسألة الإضراب والعصيان، هل راجع لأن في أي يعني حوارات دارت بينكم وبين المجلس العسكري في أن يتولى الصادق المهدي رئاسة الوزراء في المرحلة الانتقالية، أم أن هذا الكلام غير حقيقي؟ هذا الكلام غير حقيقي، ولم يدر بيننا والمجلس العسكري أي حوار، ونحن بل بالعكس نحن أعلننا جهدنا الكامل من المشاركة في مجلس الوزراء والمجلس السيادي، نحن لن نشارك لا في مجلس الوزراء ولا في المجلس السيادي، نحن أعلننا موقفنا واضح وقلنا لجميع أخواننا أرجو ألا نخوض في محاصصات، لأن المحاصصات هتقسم الصف الوطني، والسودان الآن نحتاج لجمع كلمته وتلحيص صف الوطني، فنحن جاهدين في أي عملية بتاعت مشاركة في الفترة الانتقالية، بل فقط نشارك في المجلس التشريعي حيث القوانين، وبالتالي أي كلام على أننا نحن أدرنا حديث عن المجلس السيادي المجلس العسكري فيما يتعلق بتولي أي مسؤولية في الفترة الانتقالية، هذا كلام طيب يا سيادة اللواء تماما. سيادة اللواء اسمح لي، أنتم جزء من إعلان قوى الحرية والتغيير، لماذا خرجتم عن الإجماع داخل قوى إعلان الحرية والتغيير ورفضتم فكرة الإضراب والعصيان يومي الثلاثاء والأربعاء؟ لماذا رفضتم هذه الفكرة رغم أن هذا يشي أن هناك انشقاق داخل قوى إعلان الحرية والتغيير؟ يا أخي نحن لا نتكلم ماذا يريد قوى الحرية والتغيير أو ماذا يريد المجلس العسكري، نحن نقول ماذا يريد السودان. السودان الآن في حوجة لتكاتف جميع أبنائه مدنيين وعسكريين، على أن السودان الآن بمر بأزمة حقيقية، وأن موضوع الإضراب أنه ده تصعيد للموقف السياسي، تصعيد وتصعيد مضاد من الحرية والتقييد ومن المجلس العسكري، وليس في ذلك مصلحة السودان قط. مصلحة السودان أن يلتقي جميع أبنائه مدنيين وعسكريين وينظروا بعين فاحصة وبروح وطنية ماذا يحتاج وطنهم؟ طب يا سيادة اللواء وطنهم يحتاج لجهدهم جميع، مش في إضراب
ومش في قوة عسكرية. طيب اسمح لي دلوقتي، إذا استمر المجلس العسكري يا سيادة اللواء، إذا استمر المجلس العسكري في تعنته فيما يخص الحصول على الأغلبية داخل المجلس السيادي مع رئاسة هذا المجلس، ما الذي في يد قوى إعلان الحرية والتغيير أن تفعله في المقابل؟ ما هي صلاحيات المشكلة؟ مش تعنت. المشكلة ما هي الصلاحيات وما هي المسؤوليات؟ الصلاحيات الممنوحة للمجلس السيادي، المجلس السيادي صلاحيات الجمهورية البرلمانية، وصلاحيات الجمهورية البرلمانية تختلف عن صلاحيات الجمهورية الرئاسية، فليس للمجلس العسكري في إطار الجمهورية البرلمانية صلاحيات علشان يسيطر ويهيمن على، كل الصلاحيات هي في يد رئيس مجلس الوزراء. طيب إذا فعلى ماذا نحترم؟ يعني أنا كده أفهم من كلامك يا سيادة اللواء أن أنتم في حزب الأمة مع فكرة أن المجلس العسكري تكون الغلبة فيه للعسكريين، أنتم ما عندكمش مشكلة في هذا الأمر. نحن قلنا الرئيس، نحن لسه هي نقاش، نحن بنقترح على أنه والله تكون هناك مزاوجة، رئيس عسكري وأغلبية للجهاز المدني. ده المقترح بتاعنا. طيب. أنه رئيس عسكري لكن الأغلبية من حيث العدد للجهاز المدني. طيب. ولا بد أن نشتغل مع بعض. طيب آخر سؤالي الأخير لك يا سيادة اللواء قبل أن تفارقنا، سؤالي الأخير لك، هل إذا استمر الوضع على ما هو عليه أنتم ترون أن الذهاب لانتخابات مبكرة سيكون هو الحل كما جاء في بيانكم؟ شوف يا أخي، الانتخابات لا حد يرفض الانتخابات، لكن للانتخابات استحقاقات، إن لم تستوفى جميع شروط الانتخابات تكون الانتخابات لا معنى لها. السودان الآن في حالة تمزق وتشتت ولم يلم شمله، لا زال هنالك حملة السلاح، ما زال هنالك المعسكرات، ما زال هنالك الأشياء العديدة التي لا تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في خلال 6 شهور كما يقول المجلس العسكري. الانتخابات دائرة تغطيات مناخ، نحن لا نرفض الانتخابات، ونعرف أن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للممارسة الديمقراطية، لكن لا بد من استيفاء كل شروطها. شكرا جزيلا اللواء فضل الله برما ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم. عودة لك سيد مبارك مرة أخرى، وأرجو أن أستمع لتعليقك حول ما جاء في حديث اللواء أن المجلس السيادي ليست فيه مشكلة أن يكون يترأسه عسكري، المسألة منوطة بالصلاحيات وليس بالمجلس في حد ذاته، تفضل. والله شكرا جزيلا لعمنا الأستاذ واللواء فضل الله برما لحديثه، وكان واضح فيه وكان حديث شفاف يعني كما أنا أعرفه يعني، واشتغلنا كثيرا في تحالف النداء السودان وقوى الحرية والتغيير. حقيقة يعني من المؤسف أنه القضايا بما تخص التحالف واللي بتعنى بسقوفات التفاوض نحن نتحدث فيها في الإعلام، من الأفضل أنه لقوى الحرية والتغيير تنجز مسألة القيادة اللي موضوع أمامه واللي سنبحثها قدم في اجتماع لرؤساء الكتل لقوى الحرية والتغيير. من الأفضل أن هذه القضايا كلها التي تطرق إليها اللواء والعم فضل الله برما، هذه القضايا كلها تطرح ضمن قضايا التي يجب أن يقرر فيها قيادة قوى الحرية والتغيير. أنا أعتقد أنه لقد طال الوقت والقيادة لم تشكل بعد، ولا يوجد سبب ولا يوجد معنى انه يتم تاخير هذه تاخير اعلان القياده والاتفاق حولها حتى نحسم الكثير من الجدل في القضايا التي يعني نتفاوض بها والسقوفات التفاوضيه، هذا للمدنيين وهذا للعسكريين، والاغلبيه لمن والاكثريه لمن. فمن الافضل انا ارى انه يعني تشكيل القياده سوف يكون مخرج كبير لاداره هذه التباينات وحتى نحافظ على وحده قوى الحريه والتغيير. فيما يخص رايه الذي تحدث فيه عن العصيان وما شابه ذلك، نعم هذا الرأي يعني فيه معقولية من لدى حزب الأمة والسودان، أنا أتفق معه في مفترق طرق وفي أزمة حقيقية ويجب أن نعالج. نحن أحرص على شعبنا وأحرص على وطننا وأحرص على بلدنا من أي جهة،
فلذلك نحن المناط بنا في هذه الحقبة التاريخية أن نخرج بهذا البلد ونخرج بهذا الشعب. والشعب السوداني حاليا لا ينظر إلى المجلس السيادي ولا ينظر إلى البرلمان ولا ينظر. الشعب السوداني فيه في مشاكل حقيقية متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بالقلاء المعيشي، متعلقة بالخدمات، متعلقة بالحرب، متعلقة بالاستقرار السياسي، متعلقة بعودة النازحين واللاجئين، هو متعلقة بالتنمية. الشعب السوداني ينظر إلى هذه الأمور، يعني لا يهمه التفاصيل الكثيرة، فإنما يريد المخرجات والنتائج. أشكرك. يعني وأنا عبر هذا المنبر الجزيرة أنا أوجه يعني رسالة إلى القادة بتاع قوى الحرية والتغيير أن يعبروا بهذا الوطن، وحتى الناس الموجودين في المجلس العسكري أن يعوا هذه المشاكل التي يعانيها الشعب السوداني ويعبروا بهذا الوطن إلى وضع أفضل. أشكرك شكرا جزيلا. عفوا للمقاطعة سيد مبارك، الوقت انتهى، لو لك تعليق سريع في أقل من 30 ثانية سريعا بعد إذنك تفضل. المطلوب حاليا أنا أفتكر أنه أن نحسم مسألة القيادة لقوى الحرية والتغيير، وأن نذهب إلى الأمام ونحسم الكثير من القضايا التي تبدو أنها خلافات ولكنها مجرد تباينات وتحسم في الاجتماعات والتداولات. شكرا جزيلا لقيادة قوى الحرية والتغيير. مبارك أردول الناطق الرسمي للحركة الشعبية السودانية كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم، أشكرك شكرا جزيلا. في أقل من 30 ثانية تعليق أخير، إلى أين تتجه السودان في ظل هذه الأوضاع من وجهة نظرك أستاذ جمال؟ زي ما ذكر الأخ مبارك، يعني يجب أن يكون في اتحاد، لأنه في الاتحاد القوة. الاتحاد القوة بالنسبة لقوة الحرية والتغيير، أتمنى أنه يتحدوا عشان يشكلوا قوة يقدروا يتواءموا معها في مع المجلس العسكري. المجلس العسكري حاليا هو الحاكم الفعلي للسودان، وأنا أخاف يعني متخوف أنه المجلس العسكري حيعمل مفاجأة. يعني الآن يقال أنه تطبخ بعض الأمور، يعني فإحنا ما حابين يكون في مفاجأة غير مقبولة أو غير مهضومة بالنسبة للشعب السوداني. طبعا نتمنى انه الاشياء هذه كلها تخلص في سرعه، لانه الحين اكثر من كم 40 يوم موجودين في الاعتصام الشباب، احنا متفقين انه المساله تخلص باسرع من كده. اشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال محمد احمد الاعلامي والمحلل السياسي. شكرا، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائيه مستمره، وبعد الفاصل اعتقال مصلين بالاقصى تزامنا مع اقتحام المستوطنين، ابقوا معنا.